صباح الخير، صباح الورد والفل والياسمين. جمعة مباركة عليكم أحلى أخوات في الدنيا. يلا بقى، لو ما كنتيش حاطة اشتراك لغاية دلوقتي وبتتفرجي على كده، لا انزلي حطي اشتراك عشان يكون ليا الشرف اللي انت تكوني من عيلتي الكبيرة على اليوتيوب. نسمي الله ونصلي على رسول الله عليه أفضل الصلاة والسلام، ونخش الفيديو بتاعنا ونشوف ايه اللي حصل في يومنا النهاردة. أنا كنت نايمة في أمانة الله، جالي تليفون الساعة 12 الظهر. نايمة لغاية الساعة 12 الظهر يا نور. والله كنت جعانة نوم، فقلت ايه، هنام براحتي ونصحى نعمل أي حاجة نعملها. يعني يوم الجمعة بن ايه ما بنتغداش بدري، يعني بنتغدى متأخر، براحتنا بقى، أجازة وبراحتنا. لما جالي التليفون رحت قمت جريت بسرعه على التليفون. انا كمان ما جالي تليفون لازم ادي تليفون، اتصلت بدبوس، الحقني يا دبوس انا جاي لي ضيوف وعايزه لحمه. فجاب لي اللحمه اللي انتوا شفتوها دي، قال لي بسرعه عشان انا الضيوف جايه دلوقتي في السكه واللحمه هتاخد وقت. قال لي عبال ما تشربي القهوه بتاعتك قبل ما تخلصيها هكون عندك. وفعلا ما خدش اي وقت، رحت ايه حاطه اللحمه كده على النار واشوحها في حته ماده دهنيه. طبعا انا جايبه اللحمه دي نوعين، نوع اللي هو الريش بتبقى طريه وحلوه وملبسه، والنوع اللي هو ايه اللحمه السن. هحط جزرايه وهحط طماطمايه وهحط بصلايه وهحط البهارات بقى اللي هو رول وحبهان ومستكه وببسين، الحبة اللي انت تحطيه في ايه في الشوربة. انا عايزة اعمل الشوربة دي سريعا، اي في شوربة سريعة ان هي تستوي اللحمة بسرعة، وفي شوربة بتبقى ايه براحتها. فانا هشوحها عشان اعملها بسرعة عشان عايزة اسوي الاكل بسرعة. ويا ريت ما عملت كل ده، كل ده جاي على الفاضي على فكرة، وهحكي لكم كل حاجة، مش هخبي عليكم اي حاجة. بعد ما ايه، هي بصراحة جاية تتغدى، بس ايه بترن عليا قالت لي انا عايزة اتغدى اكلة معينة. حبيت اضحك عليها واعمل لها حاجه من دماغي بس ما قدرتش عليها، وكل ده هتشوفوه جوه الفيديو. هشوحنا اللحمه كويس جدا، هغلي لتر ميه كده وهنزل بالميه بتاعتي على اللحمه، وهسيبها بقى لغايه ايه ما اشوفها كده طلعت ريمه. لما هي في الطريقه دي ما بتطلعش ريمه. بشرت البصلايه قبل ما عملنا اللحمه، ونقلتها علينا التانية اللحمة، وهنحمر البصلاية بالمادة الدهنية. شايفين الشوربة بتاعتنا رايقة ازاي؟ هحط معلقة سكر تسرع معايا الايه السوا، بس انا عارفة ان لحمتي ديت مش عجوزة وهتستوي بسرعة برضو. ودي هحط الملح برضو في نفس الوقت، السكر والملح مع بعض. ايوه السكر. خدت بالظبط ساعة على النار، وكنت موطية عليها زي ما بعمل الرز بالظبط. انا ما بسويش الاكل بتاعي على النار عالية غير في حالة واحدة، لما اكون مستعجلة. عند ما حطيت الحلتين على النار خلاص انا كده خلصت اكلي. حمرت البصلة لغاية ما خدت اللون الجلد الذهبي ده الحلو دوت. هجيب بقى كيس طماطم، هنزل بكيس الطماطم ده متسبك وفي سكر وفي ملح وفي كل حاجة، هو متسبك يعني. وهجيب ايه كيس فاصوليا برضو خضرة. بص بقى الاكل لما اكون مفرزاه في الفريزة تبقى مستعدية لأي حد يجيلك. هغطيه وهروح اغلي شويه ميه، هفك بيهم ايه الخضار بتاعي والصلصه بتاعتي بس كده. انا مش بديله ميه زياده لاني انا مش عايزه ازود ميه تاني واسخن ميه تاني، بس كده هو كده هيستوي كده مع نفسه، مش هضيف له اي ميه ولا اي شوربه ولا اي سوائل. كده خلصت نفسي، هروح بقى ايه قطعت شويه بطيخ كده اطري بيهم على قلبي. عمال اجري حوالين نفسي عشان الحق نفسي قبل ما هي تيجي، وانا بحسبها خلاص بقى دي جايه في السكه. هتريها جات لي الساعه 3:30، وده كنت خلصت وقعدت وانتخت وكل حاجه. قلت خلاص بقى طالما ايه يعتبر ايه اللي انا خلصت يعتبر الاكل، يبقى فاضل شويه الملوخيه وشوية الرز. ولما تكون جت هي عشان ايه يبقوا سخنين كده، احب الملوخية والرز ينزلوا من على النار يتغرفوا على طول، وما بياخدوش يعني نص ساعة، ما بياخدوش اصلا الرز والملوخية دي على عين ودي على عين، ما بياخدوش نص ساعة. يلا بقى كده طالما لسه بدري، خدي طبق البطيخ بتاعك ده وروحي اقعدي لك شوية على التليفون انتخي، تكون هي ايه جت. يلا بقول لكم انا هاخد البطيخ اهو واروح. ولو وصلت لغايه هنا ما تنسوش تصلي على رسول الله عليه افضل الصلاه والسلام. شايفين الفاصوليا بتاعتي خلاص دخلت في السوا، وادي الشوربه بصي موطيه عليها ازاي زي الرز، تستوي معاكي اسرع على فكره. هبهر بقى الفاصوليا بتاعتي بفلفل اسود وحته تومه وشويه الملح، ما تنسيش ان التسبيكه اللي احنا مسبكينها فيها ملح.
ولو عندك هريسة شطة حطي وتبقى تحفة. بس كده الفاصوليا خلاص فاضل لها زي 10 دقايق كده او نص ساعة بالكتير تطفي عليها، لو انت عايزاها زبدة كده. وادي الشوربة بتاعتي خلاص كده، هحط اللحمة في قلب الفاصوليا واطفي عشان اللحمة خلاص استوت برضو والفاصوليا استوت. هنا بقى لسه بفتح كيس الملوخية كده، لقيتها جت، لقيتها اتأخرت بصراحة. قلت يا بنت خش اعملي بقى الملوخية الأول، أنا بعمل الملوخية بعد الرز. بس قلت روحي بنت ايه، وخلي الطشة لما هي تيجي. يا دوبك لسه بشغل الكبة لقيتها بتخبط، قلت بس مينفعش ان انا اسيب الملوخية تفك واروح اسلم، استني بقى لما افرم الملوخية واجيلك. فرمت كده الملوخية الأول وسقطتها الأول في الشوربة علشان إيه أروح أسلم عليها، وبعد كده نرجع نطش الطش. أهو الملوخية دي مجمدة، مقطفاها وغسلاها وحطها في الفريزر، وتنزلي بيها على طول وهي مجمدة كده على طول في الإيه في الكبة بتاعتك، ما تسيبهاش تفك عشان لو فكت مش هتبقى كويسة، هتبقى بقى ملوخية خضرة خضرة. ما تقوليليش بقى ده أحلى نوع تفريز أنا فرزته في الملوخية. هتنزلي بالحلة فاضية، أيوة اللي لسه مبتدئين ولسه بيعملوا ملوخية بنانيتش اللي لسه متجوزين، انزلي على الملوخية بالحلة فاضية والشوربة تكون مغلية. هنزل بقى عشان تظبطي السمك بتاع الملوخية، تنزلي بالشوربة على الملوخية. أنا بنزل بالملوخية على الشوربة، بس أنا قلت أعملها البنانيتش اللي إيه اللي لسه متجوزين. اظبطي بقى السمك بتاعك يبقى ستوب كده، أسهل ملوخية أنت ممكن تعمليها وتظبطيها وما تخافيش ولا تقلقي منها. ولو الملوخية فرضنا اللي انت عازمة حد وخفت منك هتعملي ايه؟ صفيها في مصفى تكون رفيعة، هتنزل الشوربة وتقعد الملوخية برضو، هنتصرف مفيش حاجة هتوقفنا، لان ساعات بتغلط احنا الكبار ساعات بنغلط، امال بناتنا الصغيرين بقى. طفيت بقى على الملوخية، طلعت سلمت وقابلتها، وبعد كده قالت لي لأ والله العظيم امشي، انا مش عايزة لحمة، انا مش عارفة ايه، وهي هتسمع الفيديو ده على فكرة. يعني انا قلت لكم ان هي بنت عمي، مش عارفه قلت لكم في اول الفيديو، انا قلت لكم جالي تليفون ما تعرفوش من بنت عمي. المهم لا يا بنتي انا طبخت خلاص، ده فاضل الرز بس هنعملوه. اول ما رنيتي والله طبخت بسرعه، ما فيش فايده، لا انا عايزه الاكله اللي انا قايله لك عليها من التليفون. وجايبه عيش بقى وهي جايه، وجايبه فاكهه وما اقولكمش بقى. قلت لها خلاص هي الاكله بتاعتك اصلا، اصلا اكلتك جاهزه في التلاجة، هطلعها على طول وهتعرفوا دلوقتي الاكله بتاعتها ايه اللي هي عايزاه. بس كملت برضو الرز، قلت برضو لو حد حب يتغدى ايه من الطبيخ، ما الطبيخ ده هوديه فين برضو. رحت قعدت احمر ايه رز على عندي وبطاطس على عندي. ايه عايزه بطاطس؟ لا هي مش عايزه بطاطس، هي عايزه الاكله الراعيه الرسميه لكل بيت واي حد يحبها، الملوحه والرنجه والفسيخ. قلت لها والله ما تزعلي انا مجهزاها والله في الفريزر ومش هعمل فيها اي حاجه، هي جاهزه، بس انا كنت عايزه اكرمها والله يعني واكلها حاجه كويسه. بس طبعا الملوحه بيني وبينكم اي حد بيضعف قدامها، ده من ساعه شم النسيم ما خلص كل مقلب الاقي فسيخ اروح اسحب الفسيخ اللي في التلاجة واكله، الاقي رنجه اسحب الرنجه اللي في التلاجة واكلها. حرام عليكم يا ناس، بتكوني لسه قايمه من على الاكله دي وبتجوعي وعايزاها تاني. حمرت الرز بتاعي حبة وحبة وهسقطه بقى شوربة، وبسقيه بشوربة بيبقى حلو قوي بالشوربة بصراحة. وكده ادي اكلتي جاهزة، انا طلعت الفسيخ فضيته في الطبق، والرنجاية دي انا قطعتها وحطيتها في الطبق، وقطعت معاها بصلاية وفلفلية وطماطماية، ومية الملوحة عملتها بشوية طحينة وعصرت ليمون، وقطعت بصل شرايح زي ما انتوا شايفين كده. وادي ايه هحط شوية مية وشوية خل وليمون على البصل بتاعي عشان يبرد، عشان بصل حراق ده. ادي الاكلة بتاعتها اهي اللي هي جاية وعايزة تاكلها. وحمرت بطاطس وادي اكلتي جهزت، ادي الطبيخ وادي الملوحة. ايه جاب القلعة جنب البحر انا مش عارف. والرز طبعا موطية عليه على النار. ادي الاكله بتاعتنا، كل اكله بتنادي ايه بتنادي اكلها صح، يعني كل حاجه نصيب. الفاصوليا في قلبيها اللحمه، وادي الملوخيه والرز موطي عليه، وادي الملوحه بتاعتنا والفسيخ والرنجه والبطاطس والبصل. وكده يكون يومنا خلص مع بعضينا، اشوف وشكم بخير.